السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنحل تدريبات الوحدة الأخيرة من كتاب جيم ترم أول 2025. Let's get started. Unit 6 وحدتنا الستة بعنوان Different Environments، بيئات مختلفة. هنبدأ من بيج 220 صفحة 220. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. In winter، في الشتاء، that can be really cold، اللي ممكن يكون حقا بارد، so we wear heavy clothes، لذلك نرتدي الملابس الثقيلة، بتبقى درجة الحرارة باردة، ودرجة الحرارة يعني temperature. Rainfall، هطول الأمطار، presentation، عرض تقديمي، وelectricity، كهرباء. We should use، ينبغي علينا ان احنا نستخدم باصات اتوبيسات ايه؟ Because they are cleaner، عشان هما اكثر نظافه. For the environment، للبيئه، نستخدم الاتوبيسات الكهربائيه التي تعمل بايه؟ بالكهرباء، يبقى electric cars. Comfortable يعني مريح، heavy ثقيل، و careful حريص. There was no rain، لم يكن هناك أمطار، for 3 months، لمدة 3 شهور، this winter، هذا الشتاء، so now there is إيه؟ عشان كده دلوقتي في إيه؟ في drought، في جفاف، لما يكون في مدة طويلة ما نزلتش فيها أمطار في منطقة معينة فبيحدث فيها drought، جفاف. أما بقى لو حصل هطول أمطار شديد جدا لعدة أيام ولا حاجة، ممكن يحصل flood، فيضان، تمام؟ ف flood، فيضان، drought، جفاف. اهو زي ما قلنا فلاد، فيضان، ستورم، عاصفه، وبولوشن، تلوث. لا، ما مطرتش المطره لمده طويله يبقى يحدث دراوت، جفاف. اوكي، طيب. اي ماي ليتل سيستر نوت تو تاتش ذا هوت بوت، عايزه اقول انا حذرت اختي الصغيره الا تلمس الاناء الساخن. طب حذره يعني وارنت، تشنج اتغيره، سبوك تحدثه، وكوز تسببه. وان اوف ذا جريتست دانجرس that faces people on earth is change، يعني عايزين نقول واحد من اخطر الاشياء اللي بتواجه الناس على كوكب الارض هو ايه؟ هو تغير المناخ. تغير المناخ اسمه climate change. الكتريك كهربي، جرين، نظيف او اخضر، وفورست غابه. climate change يعني تغير المناخ. The plane، الطائرة، needs، بتحتاج، to fly up into the sky. طب الطائرة بتحتاج ايه عشان تطير في السماء او تحلق في السماء؟ محتاجة وقود. وقود يعني fuel. Rainfall، هطول الامطار. Graph يعني رسم بياني. وseat يعني مقعد. The temperature for this month is 22 degrees Celsius، يعني بنقول درجة الحرارة لهذا الشهر بتكون 22 درجة مئوية. عايزين نقول ايه؟ معدل او متوسط درجة الحرارة، ومتوسط يعني average، متوسط درجة الحرارة الشهر ده هتبقى 22 درجة مئوية. comfortable مريح، electric كهربي، وبلوتد يعني ملوث. The heavy ايه؟ last night، ايه الغزير الليلة الماضية، caused many streets to flood، يعني سببت فيضان في ايه؟ في كثير من الشوارع. عايزين نقول هطول الامطار الغزير الليلة الماضية سبب فيضان في الشوارع. طب هطول الامطار يعني rainfall. Many countries، كثير من الدول، try things to help the environment، كثير من الدول بتحاول انها تعمل ايه عشان تساعد البيئة؟ بتحاول انها تعيد يعني تدوير الاشياء اللي هي recycling. كثير من الدول بتحاول تعيد تدوير الاشياء عشان تساعد البيئة، لكي تساعد البيئة. cycling يعني ركوب الدراجات، damaging يعني اتلاف او تدمير، وthrowing القاء. Using green A can protect the environment from pollution، يعني استخدام A النظيفة يمكن أن يحمي البيئة من التلوث، استخدام الطاقة النظيفة، الجرين energy. A or N is a long area، هي منطقة طويلة of water، من المياه، made for صناعات، من أجل ships، السفن، and boats، والقوارب. ده طبعا تعريف القناة اللي هي canal. The bus A like the new buses، أحبوا الأتوبيسات الجديدة، because they are quieter، عشان الأتوبيسات دي أهدأ، and more comfortable، وأكثر راحة. عايزين نقول مستخدمي الأتوبيسات، يبقى the bus users، مستخدمي الأتوبيسات. When ice is heated، لما بيتم تسخين الثلج، إيه اللي بيجرى للثلج لو اتسخن؟ طبعا melts، بيذوب. freezes بيتجمد، cools بيتبرد، burns بيحترق.
we need to be careful. احنا محتاجين ان احنا نكون حريصين the food we eat. يعني حريصين بشأن الطعام الذي نأكله. يبقى careful about. حريصين بشأن. The river doesn't have many fish. يعني النهر لا يوجد به الكثير من الأسماك. Because it is very. لأنه ملوث جدا. وملوث يعني polluted. بعد كده في بيج 221 صفحة 221 أما أول ما بنلاقي كلمة language لغة يعني بنعرف إن ده درس الجرامر بتاعه. طب ودرس الجرامر بتاعنا مش جديد خالص. ده طبعا احنا بناخده من واحنا في ابتدائي اللي هي مقارنة الصفات. يعني مثلا ما كنت بقول a plane الطائرة is faster than a train الطائرة أسرع من القطار بقارن ما بين اتنين. طب cars السيارات are more expensive than bikes السيارات أكثر غلوا من الدراجات. ده هنا انا بقارن ما بين اتنين. طيب قال لك بقى ان في صفات طويله بتتكون من اكتر من مقطع وفي صفات قصيره بتتكون من مقطع واحد. تستخدم صفات المقارنه للمقارنه بين شيئين او شخصين او مكانين. طيب زي ما قلنا بتنقسم حسب النطق في short adjectives في صفات قصيره ولونج adjectives صفات طويله. طيب الصفه القصيره بتتكون من مقطع واحد زي ايه؟ بتتكون من one syllable مقطع واحد زي رخيص cheap متسخ او قذر dirty سريع fast مرتفع high ضخم او كبير large صاخب noisy كبير السن او قديم old هادي quiet امن safe دافي warm. اما long adjectives الصفات الطويلة بقى بتتكون من two or more syllables يعني ممكن تتكون من مقطعين او اكتر زي attractive جذاب جميل beautiful حريص careful مريح comfortable خطير dangerous ham important shy interesting ملوث polluted مريح relaxing خطير او get serious. طب قالك لو كانت الصفة بقى قصيرة بتتكون مقطع واحد وعايز تقارن ما بين اتنين في الصفة دي فبتضع في نهاية الصفة ER وبعدها زين. يعني مثلا اقول Mount Everest جبل Everest is higher اكثر ارتفاعا than Mount Kilimanjaro اكثر ارتفاعا من جبل Kilimanjaro. The Nile نهر النيل is longer than the Amazon نهر النيل اطول من نهر الامازون في امريكا. اما اذا كانت الصفة بقى طويلة وفيها اكتر من مقطع فبنضع قبلها more ماشي لو كان الحاجة الصفة دي اكتر لو كانت اقل اقول less وبعدين الصفة وزان. يعني مثلا اقول كايرو is more crowded than اسوان القاهرة اكثر ازدحاما من اسوان. crowded دي صفة طويلة بتتكون من اكتر من مقطع عايز اقول اكتر من اضع قبل الصفة more وبعدها زان. طب dogs are less dangerous than lions الكلاب اقل خطورة من الاسود. بصوا كده ادي عندنا dangerous دي صفة طويلة حطيت قبلها less بمعنى اقل وبعدها زين عشان بقارن ما بين اتنين في صفة ايه طويلة حطيت قبلها less وبعدها زين. يبقى لا مور زين لا less زين وبينهم الصفة. طب الصفة لو بتنتهي بواي وقبلها حرف ساكن بنقلب الواي الى اي وبنضيف الاي ار يعني noisy مزعج او كثير الضوضاء عايز اقول ده اكثر ازعاجا من ده يبقى اشيل الواي واضع ايه اي ار وبعدها زين لما اجي اقارن ما بين اتنين نويزر زين اكثر ازعاجا من. طب هيفي ثقيل اخليها هيفير زين اثقل من. في بعض الصفات القصيره المنتهيه بحرف ساكن وقبله حرف متحرك بنضعف الحرف الاخير يعني عند اضافه الاي ار يعني ثم نضيف الاي ار. هات حار ادي هات اهو عندنا هنا طبعا صفه اخرها حرف ايه ساكن وقبله حرف متحرك ففي الحاله دي لما اجي اضيف الاي ار اضاعف حرف التي. هات حار هاتر زين اكثر حراره من بيج كبير بيجر زين اكبر من. في الصفحه اللي بعد كده قال لك بقى في استثناءات بقى في الصفات في صفات غير منتظمه مش بحط لها بقى اي ار وزين عشان اقارن ما بين اتنين لا دي ليها تصاريف خاصه بنحفظها زي ما هي زي جود جيد عايز اقول افضل من اقول بيتر زين. باد سيء عايز اقول اسوأ من اقول وورس زين. فار بعيد اقول ابعد من فيرزر زين. بعد كده قال لك بقى لو تساوى اتنين في صفه لو اقول ده في نفس طول ده في نفس عمر ده الاتنين متساويين في نفس الصفه بضع قبل الصفه از وبعدها از والصفه في النص من غير اي اضافات. از والصفه واز يعني تماما بالمثل. طب عايز اقول ليس تماما بالمثل الاتنين مش زي بعض اضع قبل اس دي نوت يبقى نوت اس والصفه واس والصفه اللي هتتحط هنا من غير اي اضافات اوكي. طب اقول مثلا شهندا از اس تول اس هير اولدر سيستر شهندا في نفس طول اختها الاكبر منها سنا. بنستخدم اس والصفه واس
بمعنى تماما بالمثل عند تساوي اثنين او شيئين في صفر. لو مش متساويين او ليس تماما بالمثل احط بس قبل as not. او droughts الجفاف or as serious as floods الجفاف خطير زي ايه في نفس خطورة الفيضان او الفيضانات. استراليا استراليا is not as dry as Africa. استراليا مش جافة زي افريقيا. طب تعالوا نحل اسئلة الجرامر البيج 223 صفحة 223. ماس is than English يعني عايزين نقول الرياضيات اكثر صعوبة من اللغة الانجليزية. انا هنا بقارن ما بين اتنين. عرفت منين؟ عرفت من كلمة زان. لما بشوف زان بعرف ان في مقارنة ما بين اتنين. طب اعمل ايه؟ اشوف كده انا بقارن بينهم في صفة طويلة، فالمفروض ان انا اضع قبل الصفة مور وبعدها زان لو كانت اكثر من. يبقى نقول ماس الرياضيات is more difficult اكثر صعوبة than English من اللغة الانجليزية. طب زينب is as beautiful حسناء. زينب في نفس جمال حسناء، الاثنين حلوين تمام في نفس قدر الجمال. طيب هنا اذا تساوى اثنين في صفة بنضع قبل الصفة as وبعدها as برضو والصفة في النص من غير اضافات. يبقى زينب is as beautiful as ماشي في نفس الجمال بتاع ايه بتاع حسناء. Mount Everest جبل Everest is than any other mountain in the world يعني جبل إيفرست ده بيقول لك أعلى من أي جبل آخر في العالم. تمام أنا بقارن ما بين ماونت إيفرست والجبال التانية، عايز أقول أكثر ارتفاعا يبقى دي صفة إيه قصيرة يعني صفة هاي قصيرة فأضع في نهايتها ER تبقى higher than أكثر ارتفاعا من. Egyptian food الطعام المصري is delicious than Chinese food. طبعا الطعام المصري يعني ألذ من الطعام الصيني. طيب انا بقارن ما بين اتنين في صفة طويلة اللي هي delicious فاضع قبلها more وبعدها than يبقى اقول more delicious than. الطعام المصري ألذ من الطعام الصيني. طيب the library المكتبة is quieter than class يعني المكتبة اكثر هدوءا من الفصل. طيب أقول ايه quieter than اكثر من. The coffee is I prefer يعني عايز أقول القهوة أدفى مما أفضل يعني أكثر دفئا مما أفضل بحبها أبرد من كده يعني. طيب يبقى the coffee is a هقول warmer than أدفى من. He is a driver عايز أقول هو بيقود السيارة أكثر حرصا than his sister من أخته يبقى أقول he is more careful هو ايه اكثر حرصا في القيادة من اخته. طبعا careful صفة طويلة بضع قبلها more وبعدها زين عند المقارنة ما بين اتنين. pollution التلوث in the countryside في الريف is not as pollution in cities مش سيء زي التلوث اللي في المدينة يبقى not as والصفة بقى من غير اضافات bad as. طيب بعد كده بيقولك her dress فستانها made her look even more يعني الفستان بتاعها جعلها اكثر جاذبية يبقى more attractive. This bed السرير ده is comfortable than the one in the other room يعني السرير ده هنا بقى لإما نقول اكثر راحة من السرير اللي في الأوضة التانية لإما اقل راحة. طب ما فيش more يبقى احط الاس اقل السرير ده مش مريح زي السرير اللي في الأوضة التانية. بعد كده عندنا سؤال correct The desert is dry than the beach يعني الصحراء أكثر جفافا من الايه من الشاطئ يبقى هنقول is drier. طب أنا عملت إيه عشان الصفة dry صفة قصيرة وآخرها y تمام وقبلها حرف ساكن فأنا حذفت ال y ووضعت IER عشان أنا بقارن ما بين اتنين وبعدهم زين. The desert الصحراء is drier than the beach. طب بعد كده the canal is polluted than it was before القناة يعني عايزين نقول أكثر تلوثا عن ذي قبل. طب كلمة polluted أو الصفة polluted صفة طويلة بقارن ما بين اتنين يبقى أضع قبلها more وبعدها than يبقى more polluted أكثر تلوثا عن ذي قبل. طب which is for to walk to the park or the museum يعني أيهما الأبعد من ناحية المشي يعني الحديقة ولا المتحف. طب الأبعد يبقول which is farther
عشان بقارن ما بين اتنين. طبعا ده سؤال، فمش شرط احط زان، مش لازم احط زان فيه. طبعا the city streets، شوارع المدينة، are noisier than country sides، يعني الشوارع بتاعت المدينة اكثر ازعاجا من الشوارع الموجودة في الريف. طيب يبقى نقول ايه بقى؟ ايه noisier than؟ طب ماشي، هي noisier صح، بس حط بعدها than. يبقى the city streets are noisier than the country sides، هنضيف than بس. fruits، الفواكه، are good for you than sweets، الفواكه عايز اقول ايه مفيده بالنسبه لك اكتر من الحلوى. طيب عندنا الصفه good، جيد، لما اجي اقول افضل اقول ايه بقى؟ اقول better، هي صفه غير منتظمه بنحفظ تصريفاتها. good جيد، افضل من اسمها better than. طب today، اليوم، is not windy as yesterday، يعني اليوم ليس عاصف مثل الامس. طيب هنا طبعا عدم تساوي اتنين في الصفة، يبقى not as والصفة و as، يبقى هنقول as windy، الجو النهاردة مش عاصف زي جو الأمس. في بيج 225 صفحة 225 في تدريبات على lessons 1 and 2 الدرسين الأول والتاني، أول سؤال في الامتحان بيبقى listening استماع، listen and choose the correct answer، استمع واختار الإجابة الصحيحة، نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. Hello, this is Jumana reporting for Student Radio in Cairo. Recently, volunteers who were working to clean a canal say they are finding more rubbish in the water. People should be careful about their rubbish. طب أول سؤال بيقولك what is Jumana reporting for؟ طب Jumana عاملة التقرير دوت لصالح مين؟ لصالح الراديو بتاع الطلاب اللي هو Student Radio. What are volunteers cleaning؟ طب المتطوعين بينظفوا ايه؟ بينظفوا قناة، a canal. طب what are they finding in the water؟ ماذا وجدوا في المياه؟ وجدوا rubbish، قمامة. What should people do about their rubbish؟ ماذا ينبغي على الناس ان تفعل بشأن القمامة بتاعتها؟ لازم يكونوا be careful، يكونوا حريصين. Complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. خالد and عماد are talking about climate change، خالد وعماد بيتحدثان عن تغير المناخ. فخالد بيقول good evening، مساء الخير عماد يا عماد. What are you doing؟ ماذا تفعل؟ طيب بعد كده هنا قال له what is this book about؟ الكتاب ده عن إيه؟ فطبعا واضح إن عماد بيقرأ كتاب. طب هو قال له الأول good evening عماد، لازم يرد التحية، مساء الخير يا عماد، فيقول good evening خالد. بعدين هيقول له أنا بقرأ كتاب. I am reading a book. أنا أقرأ كتاب. قال له what is this book about؟ هو عن إيه الكتاب دوت؟ رد عليه، سأله سؤال، فقال له it's a change in weather، ده تغير في weather temperature، درجة حرارة الطقس، and rainfall، وهطول الأمطار، فواضح إن هو بيتكلم على تغير المناخ. يبقى what is this book about؟ الكتاب ده عن ايه؟ هو عن تغير المناخ، يبقى it's about climate change، هو عن تغير المناخ. بعد كده قال له بقى، هيقول له ايه هو التاني؟ مش عارف يعني ايه تغير المناخ، هيقول له what is it؟ ايه تغير المناخ ده يعني؟ what is it؟ يعني ما هو تغير المناخ دوت؟ قالوا it's a change، ده التغير in weather temperature، في درجة حرارة الطقس، and rainfall، وهطول الأمطار. قالوا is it a serious problem؟ هي دي مشكلة خطيرة؟ طبعا yes it is، مش هو قايل السؤال ب is it؟ فهقول ايه؟ yes، بعدين أقول it is، yes it is، أو مشكلة طبعا خطيرة. بعد كده سألوا سؤال كمان، فقالوا because it affects، لأنها التغير المناخ ده بيؤثر the environment على البيئة. ما دام في الإجابة في بيكوز بسبب، يبقى السؤال كان واي، لماذا؟ هيقول إيه بقى؟ why is it a serious problem؟ طب ليه هي مشكلة خطيرة؟ ليه تغير المناخ ده مشكلة خطيرة؟ why is it a serious problem؟ لماذا هو مشكلة خطيرة على تغير المناخ؟ فقال له because it affects، لأنه بيأثر على the environment، البيئة. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Change means معناه
that the earth ان كوكب الارض is getting warmer بيصبح اكثر حراره او اكثر دفئا and causing big changes وبيحدث تغيرات كبيره in the weather في الطقس. ده تعريف تغير المناخ اللي هو climate change. recycling اعاده التدوير. electricity كهرباء. وجراف رسم البيان. The Nile نهر النيل used to every year before building the high dam. يعني اعتاد نهر النيل ان هو يفيض كل عام قبل بناء السد العالي. يفيض يعني flood. كلمة يفيض لو جت noun اسم يبقى معناها فيضان، لو جت فعل يبقى يفيض flood. اوكي. feed يطعم ورين تمطر وفينش ينهي. لا احنا عايزين flood يفيض. A line A is a special kind هو نوع خاص of picture من الصور that shows how اللي بتوضح كيف something شيء changes بيتغير over time عبر الوقت. ده اسمه الرسم البياني اللي هو الجراف. fire حريق. fuel يعني وقود. و energy طاقة. I don't like going to work ما بحبش اروح العمل on my bike على دراجتي in wet في الطقس المبلل. تمام. in wet weather لما كل مطر مطرة يعني. storm عاصفة. climate المناخ لفترة طويلة. و breeze يعني نسيم. I made a good A in class and showed them my project. يعني أنا قمت بتقديم أو بعمل عرض تقديمي جيد في الفصل وبينت لهم أو أظهرت لهم المشروع بتاعي. طيب عرض تقديمي يعني presentation. fire حريق. user مستخدم. و temperature درجة حرارة. بعد كده عندنا page 226 صفحة 226. bikes الدراجات are a form هي شكل ايه of transport من وسائل المواصلات because they use no fuel لان هما ما بيستخدموش وقود. فطبعا الدراجات دي تعتبر يعني وسيلة مواصلات green صديقة للبيئة او لا تلوث البيئة نظيفة يعني. pollution تلوث. drought جفاف. flood فيضان. the water المياه in the river اللي في النهر was مالها كانت مالها so we couldn't swim in it لذلك لم نستطع السباحة فيها. يبقى المياه كانت polluted ملوثة. football كرة القدم is popular than handball كرة القدم أكثر شعبية من كرة اليد. طيب يبقى نقول هنا بقى إيه more popular أكثر شعبية من. طبعا كلمة popular أو الصفة popular شعبي أو محبوب دي صفة طويلة لما أجي أقارن ما بين اتنين بضع قبل الصفة more وبعدها زين. she is not as her mother يعني هي مش جميلة زي مامتها. طبعا الاتنين مش متساويين في نفس الصفة فقلنا not as وهنا هنحط الصفة و as الصفة من غير إضافات اللي هي beautiful جميلة. swimming السباحة in the sea في البحر is more swimming in a pool السباحة في البحر يعني أكتر خطورة من السباحة في حمام السباحة. طيب يبقى هنقول بقى إيه more dangerous than هنختار number C أكثر خطورة من. سؤال correct سؤال التصحيح is today hot than yesterday يعني عايز أقول إيه هل اليوم أكثر حرارة من الأمس. يبقى نقول بقى إيه بنقارن ما بين اتنين في صفة قصيرة فنقول إيه hotter وبعدها than. بنضعف الحرف الأخير لأن الصفة ديت بتنتهي بحرف ساكن وقبله حرف متحرك فبضعف الحرف الأخير. health الصحة is more important money يعني عايزين نقول الصحة أهم من المال. طيب important طبعا دي صفة إيه طويلة فأضع قبلها more وبعدها زين. هنكتب important زي ما هي ونضيف بس زين ماشي. أكثر أهمية من important زين. I think أنا أعتقد pollution إن التلوث in big cities في المدن الكبيرة is bad than pollution in the countryside أكثر سوءا من التلوث في الريف. طيب عندي هنا bad سيء وأنا بقارن ما بين اتنين عرفت طبعا من كلمة than. طب كلمة الصفة سيء دي إما أجي أقول أسوأ أقول إيه worse. تمام worse than أسوأ من. طب the new trainers الحذاء الرياضي الجديد are comfortable than the old ones الحذاء الرياضي الجديد أكثر راحة من الحذاء القديم. طيب هنا بقى طبعا comfortable صفة طويلة فأضع قبلها more وبعدها than بمعنى أكثر راحة من.
Write a paragraph of 90 words. اكتب فقرة إنشائية من 90 كلمة عن climate change، تغير المناخ. اقلب معايا الصفحة كده هتلاقي الباراجراف ده مكتوب في بيج 224 صفحة 224. ادي في صفحة 224 في climate change، تغير المناخ، وبيتكلم على تغير المناخ وأسبابه والتلوث والكلام دوت وسبل الحل يعني. بعد كده عندنا تدريبات على lessons 3 and 4، الدرسين الثالث والرابع، بيج 232 صفحة 232. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. you should make sure، ينبغي عليك ان انت تتأكد your computer، ان الكمبيوتر بتاعك is to the internet، متصل بالانترنت. متصل بالانترنت اسمها connected to the internet، فنختار connected. منيا، محافظة المنيا، يعني has delicious a black made from sugar، المنيا فيها العسل الاسود اللذيذ اللي بيصنع من السكر. طيب عسل يعني honey. our farm، مزرعتنا، a lot of tasty fruits، يعني بتنتج الكثير من الفاكهة and vegetables، والخضروات اللذيذة. طيب عايزين هنا بقى بتنتج اللي هي produces. Can you find the hour on this map؟ هل يمكنك أن تجد أو تحدد موقعا على هذه الخريطة؟ موقع يعني position. هنا pollution يعني تلوث، podcast ده بس صوتي، و introduction يعني مقدمة. We are going on a trip، نحن سوف نذهب في رحلة، with a tourism A مع A سياحية، to a new city، لمدينة جديدة، to see all the amazing sites، عشان نشوف كل المواقع الأثرية المذهلة يعني. هنطلع مع شركة سياحة اسمها a tourism company، شركة سياحة. healthy cereals يعني الطعام المصنوع من الحبوب الصحي، include بيشتمل على ال wheat طبعا القمح. the asked محمد صلاح a question، مين اللي سأل محمد صلاح سؤال؟ but he didn't want to answer، لكنه لم يريد أن يجيب. ده اسمه مقدم البرامج أو المذيع اللي هو presenter. owner المالك، winner الفائز، diver يعني الغطاس. I scuba diving، أنا ذهبت للغوص، and saw ورأيت colorful fish، أسماك ملونة، swimming all around me، بتسبح حولي في كل مكان. طيب أنا عايز أقول بقى إيه، أنا ذهبت للغوص، أقول I went. طبعا عندي الرياضات اللي بتنتهي بـ ING زي swimming، scuba diving، sailing كده، لما أجي أقول أنا بمارس الرياضة دي أو تمام كده، ممكن أقول go أو try، تمام؟ فالماضي هنا بتاع go went، بمارس اللعبة دي أو ذهبت لإيه؟ لممارسة اللعبة دي، أوكي؟ فخدت وينت. مجدي يعقوب، الدكتور مجدي يعقوب is for his kindness، مشهور بطيبته وعطفه. طب مشهور يعني famous for. She tried، هي حاولت to be more، إنها تكون أكثر. إيه about her new job؟ إنها تكون أكثر إيجابية بالنسبة للوظيفة بتاعتها، وإيجابي يعني positive. I am interested playing football and reading، أنا مهتم بلعب كرة القدم والقراءة، مهتم بـ interested in. The park، الحديقة العامة، is closed visitors، مغلقة أمام الزوار، during the rainy weather، في أثناء الطقس الممطر. طب مغلقة أمام يبقى closed to. Port Said، بورسعيد، is in the north east of Egypt، تقع بورسعيد في شمال شرق مصر. طب تقع جغرافيا اسمها بقى نقول ايه، is located. I look for a or an a toy for my son، he wants a certain one، يعني انا بدور على لعبة محددة لابني، تمام، هو عايز حاجة معينة. طيب محدد او معين اللي هي particular. We use for making clothes، احنا بنستخدم if دول عشان نعمل ملابس، بنستخدم الويت القمح ولا القطن، القطن الهومس ولا الرايس الرز، طبعا بنستخدم القطن، القطن اللي هو القطن عشان نصنع منه ملابس. I visit my grandparents، انا بزور اجدادي on Friday، في يوم الجمعة كالمعتاد، as usual كالمعتاد.
بعد كده عندنا درس الجرامر في بيج 233 صفحة 233، ودرس الجرامر هنا عن الاكتف اند باسيف، يعني المبني للمعلوم والمبني للمجهول، بس هيكون في البريزنت سيمبل في المضارع البسيط. طيب هنا بيقول لك ايه، خلي بالك معايا ان انا عندي لو الجملة ديت مبنية للمجهول يعني معناها ان الجملة ما فيهاش فاعل. لما ببدأ الجملة بالمفعول يبقى دي اسمها جملة ايه؟ جملة باسيف مبني للمجهول. يعني مثلا اقول ذا ميوزيوم، المتحف is visited بيزار by many tourists، بالكثير من السائحين. هو المتحف هيزور نفسه؟ لا، هيزار، تمام؟ فهنا انا بدأت هنا بالمفعول. طيب هنا المبني للمجهول في المضارع البسيط بيكون من ايه؟ بيكون من am، او بعد طبعا المفعول بجيب هنا المفعول الاول، وبعدين am او is او are، زائد البي بي اللي هو التصريف الثالث الباست بارتيسيبل. دي القاعده بتاعه المبني للمجهول في المضارع البسيط. قال لك هو خلي بالك معايا، انت لو عايز تراجع على المضارع البسيط احنا خدناه في الاول خالص في بيج 14 في صفحه 14، ممكن ترجع وتراجع. طيب كان بيتكون من المضارع البسيط ده، كان الفعل في المصدر بعد كل الضمائر ومع هي وشي وات، بنضيف اس او اي اس او اي اس للفعل، وبيعبر عن العادات او الحقائق العلميه. طب لما انا بقى اجي يعني احول بقى الايه المعلوم لمجهول، فبشيل الفاعل وببدا بالايه؟ بالمفعول. يعني مثلا هنا بقول ايه الجمله ديت، الجمله دي اكتف يعني مبنيه للمعلومه عشان ببدا بالفاعل. بقول هنا فارمرز، الفلاحين جرو بيزرعوا lots of cotton، كثير من القطن in the area في المنطقه. طب انا عايز اهو بدات بالجمله فاعل وفعل ومفعول، الجمله العاديه اللي في اللغه الانجليزيه. طب انا بقى عايز احولها لمبني للمجهول، قال لك احذف الفاعل او خليه في الاخر يعني وقبليه حرف الجر باي، وابدا بالمفعول. المفعول هنا مين؟ lots of cotton، كثير من القطن. يبقى نقول lots of cotton طبعا ايه بيزرع، الكثير من القطن بيزرع في ايه؟ في المنطقه بواسطة الفلاحين. طبعا lots of cotton، cotton بتعامل معامله المفرد، يعني اقول lots of cotton is، والتصريف التالت بتاع grow يبقى is grown in the area، عايز اقول by farmers في الاخر بواسطة الفلاحين، ماشي مفيش مشكله. هم حلنا هنا اهو، بيقول لك مثلا تقول ايه، تجيب المفعول في الاول lots of cotton كثير من القطن، وبعدين is والتصريف الثالث is grown in this area، بيزرع في هذه المنطقة by farmers بواسطة الفلاحين. يبقى ببدأ بالobject بالمفعول، وبعدين am و is و are، وبعدين التصريف الثالث. أما بقى لو بنفي ماشي، بقول الحاجة فيها نفي في الكلام، فبجيب ايه؟ بجيب هنا بقى طبعا هنفي بايه؟ بnot. مع بعد am و is و are، يعني مثلا اقول ايه؟ in my home city، في مدينتي، طبيعي اللي كنا بنقوله في المضارع البسيط we don't grow rice، احنا مش بنزرع ارز. لما اجي احولها بقى الباسيف المبني المجهول ابدا بالارز، rice isn't grown in my home city، الارز لا يزرع في المدينه مسقط راسي. اما في حاله تكوين السؤال بجيب is او are في الاول، وبعدين object اللي هو المفعول، وبعدين الباست بارتيسيبل التصريف الثالث للفعل. اقول لك do you grow much rice in your country، هل انتوا بتزرعوا رز كتير في المدينه بتاعتكم؟ دي صيغه مبني المعلوم. عايز احولها لمجهول اقول لك is much rice، هل الكثير من الارز grown in your country، بيزرع في مدينتك؟ طب نحل اسئله على الجرامر. بيج 234 صفحه 234، Egypt by more and more tourists every year، مصر بتزار بواسطه العديد والعديد من السائحين كل عام. طبعا الجمله ديت جمله مضارع بسيط بس في صيغه المبني للمجهول، هي مصر بتزور نفسها؟ لا، مصر بتزار. طب مصر مفرده، يبقى نجيب بعدها is والتصريف الثالث للفعل عشان دي جمله مبني للمجهول في المضارع البسيط. يبقى نقول Egypt is visited، مصر بتزار by more and more tourists every year، بواسطة العديد والعديد من السائحين كل عام. طب الكسندريا، اسكندرية in the north of Egypt، بتقع جغرافيا يعني في شمال مصر. طب الكسندريا مفردة، هي دي جملة مبني للمجهول عشان انا بدأت بالمفعول، اسكندرية بتقع في شمال مصر، يبقى بعد الكسندريا هنجيب is والتصريف الثالث للفعل، يبقى نقول is located، بتقع. Some people، بعض الناس believe، بتعتقد that coral reefs، ان الشعاب المرجانية are often غالبا by scuba divers، يعني غالبا بيتم اتلافها بواسطة الغطاسين.
طيب عايزين نقول بقى ايه بيتم اتلافها، يبقى هنقول هنا ار، ادي اهو ار، هنجيب بقى بعدها التصريف الثالث للفعل ار دامجد، بيتم اتلافها او تدميرها بواسطه الغواصين او الغطاسين. طيب بعد كده عندنا نمبر 4 بيقول لك سام اوف ذا ماني، بعض المال ذا تورستس اللي السائحين بيدفعوه to help protect the environment، يعني بيستخدم في المساعدة في حماية البيئة. طب بيستخدم يبقى نقول ايه المال ده مفرد، نقول is used، بيستخدم جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط. طب this hotel، الفندق ده tourists scuba diving every year، يعني بياخد السائحين للغوص كل عام. طب دي جملة اكتف ولا باسف؟ دي جملة مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ هي جملة في زمن المضارع البسيط، تمام، بس هل عرفت طبعا من every year، يعني every year بتدل على ان الكلام ده مضارع بسيط. طب الجملة بادئة بالمفعول؟ لا، ده الفندق اللي بياخد السائحين للايه؟ للغوص كل عام. يبقى الجملة دي جملة ايه؟ اكتف، جملة مبنية للمعلوم، انا بادئة بالفاعل، فدي هتبقى مضارع بسيط عادي جدا، بعد الفعل المفرد هضيف اس بس للفعل. يبقى this hotel هنقول ايه؟ takes tourists، الفندق ده بياخد السائحين للغوص كل عام. طيب خلي بالك من الحته دي، هو هنا بادئ بالفعل، فجمله ايه؟ عاديه، فاعل وفعل ومفعول. طب the walls، الحوائط aren't by my mother، يعني لم يتم، يعني لا يتم طلاء الحوائط بواسطه مامتي. يبقى the walls طبعا جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط، ماما مش بتدهن الحيطة أو الحيطان. the walls aren't، عايزين تصريف تالت بقى، aren't painted، لا يتم دهنها. doors، الأبواب by the carpenter، يعني الأبواب بتصنع بواسطة النجار. طبعا جملة مبني للمجهول بدأنا بالمفعول، المفعول جمع، يبقى نجيب are والتصريف التالت، يبقى نقول are made، بتصنع. The thief caught by the police officer، هل تم يعني هل بيتم القبض على اللص بواسطة ضابط الشرطة؟ طبعا السؤال في صيغة المبني للمجهول، وهنا اللص مفرد، يبقى نقول is. vegetables، الخضروات to make our bodies healthy، الخضروات بتؤكل لكي تجعل أجسامنا صحية. طيب يبقى الخضروات جمع، يبقى نقول are والتصريف الثالث للفعل، يبقى are eaten، بتؤكل. طب طبعا هنا المفعول ده ما يقدرش يقوم بالفعل بنفسه، مش معقول الخضروات اللي بتاكل نفسها، لا هي بتؤكل، فنقول ار ايتن. طب children، الاطفال اولويز، دايما a lot of water، دايما بيشربوا ميه كتير. طيب الجمله ديت اكتف ولا باسف؟ الجمله دي مبنيه للمعلوم ولا المجهول؟ انا بادئ بالفعل، فالجمله دي جمله عاديه، جمله مضارع بسيطه عاديه، يعني مبنيه للمعلوم، بادئ بالفعل والفعل جمع، يبقى اجيب بعدهم الفعل في المصدر في المضارع البسيط. children always، تبقى دايما drink، الاطفال دايما drink، الفعل في المصدر، تمام، دايما بيشربوا ميه كتير. بعد كده سؤال correct، سؤال تصحيح، I ask to clean my room by my parents، يعني انا طلب مني تنظيف غرفتي بواسطه ايه؟ والدي، يعني بابا وماما طلبوا مني ان انا انظف الاوضه، يبقى I am asked، طلب مني، جمله مبني للمجهول في المضارع البسيط. فرنتشر، الاساس اللي هو الفرش بتاع المنزل مثلا، يعني isn't، طبعا احنا قلنا isn't على الاساس عشان خاطر هو بيعمل معاملة المفرد. فرنتشر isn't making الاقصر، الاساس لا يتم صناعته في الاقصر، بعد هنا جملة مبني المجهول عشان بادئ بالمفعول، يبقى بعد isn't هجيب التصريف الثالث، يبقى نقول isn't made، لا يتم تصنيعه. people، الناس are played football or around the world، طيب الناس بتلعب كرة قدم في جميع أنحاء العالم، دي جملة مضارع بسيطة عادية عشان أنا بادئ بالفاعل، تمام، فالفاعل هنا جمع الناس، فعادي في المضارع البسيط بعد الجمع بجيب الفعل في المصدر، يبقى أور بلاي بس، الناس بتلعب كرة قدم في جميع أنحاء العالم. طيب بعد كده عندنا هنا hundreds of photos، يعني مئات الصور of the pyramids، للأهرامات are taking every year، بتلتقط أو بتؤخذ للأهرامات كل عام. طيب يتم التقاطها، طب هنقول بقى are والتصريف الثالث، يبقى are taken، بيتم التقاطها. English، اللغة الإنجليزية speak all over the world، الإنجليزية بيتحدث بها في جميع أنحاء العالم. هو الإنجليزي هو اللي بيتحدث بنفسه؟ لا، ده بيتحدث به. فدي جملة مبني للمجهول عشان بادئ بالمفعول، المفعول مفرد،
يبقى نقول is، والتصريف التالت بتاع speak طبعا عارفين speak spoke spoken، يبقى ايه؟ هنقول spoken. نحفظ تصريف الافعال كويس عشان نعرف نحل الاسئله اللي من النوع ده. طبعا only green energy، فقط الطاقه النظيفه، from the sun، الاتيه من الشمس، and wind، والرياح، use at this hotel، بتستخدم فقط في هذا الفندق. يبقى نقول ايه بقى؟ is used، ماشي؟ بتستخدم. بعد كده عندنا تدريبات على lessons 3 and 4، الدرسين الثالث والرابع، page 236 صفحه 236. read the following، اقرا التالز and answer the questions، واجب عن الاسئله. Our planet كوكبنا is in danger، في خطر، because of the increasing، بسبب الزيادة temperature، بسبب زيادة درجة الحرارة. The increasing temperature، this is called، وده يسمى زيادة درجة الحرارة في كوكب الأرض، ده بيسمى إيه؟ بيسمى global warming، الاحتباس الحراري. Climate change، تغير المناخ، causes floods، بيسبب فيضانات، drought، جفاف، and ice melting، وذوبان الجليد. It affects، ده بيؤثر، ادي عايدة طبعا على تغير المناخ، ال climate change، هو بيؤثر all living things، على كل الكائنات الحية. We should face، ينبغي أن نواجه climate change، تغير المناخ، عن طريق إيه بقى؟ Planting trees، زراعة الأشجار، helps to reduce carbon dioxide، بتساعد على تقليل ثاني أكسيد الكربون. We should stop pollution، ينبغي أن نوقف التلوث، by using، عن طريق استخدام renewable energy، الطاقة المتجددة. On the other hand، على الجانب الآخر، recycling rubbish، إعادة تدوير المخلفات أو القمامة، is more necessary، بقى أكثر ضرورة. We must، يعني مهم جدا، يعني we must stop، ينبغي أن احنا نوقف bad chemicals، المواد الكيميائية الضارة. And also أيضا should save water، أيضا ينبغي علينا توفير المياه أو الحفاظ على المياه. To turn the desert، عشان نحول الصحراء into green lands، إلى أراضي خضراء. It's important، من المهم، to save the earth، إن احنا ننقذ كوكب الأرض، and help the environment، ونساعد البيئة، to live safely، عشان العيش بإيه؟ بأمان. أول سؤال، give a suitable title to the passage، أعطي عنوان مناسب للفقرة. الفقرة كلها بتتكلم على إيه؟ تأثيرات تغير المناخ. طيب يبقى نقول بقى هنا the effects of climate change، ماشي، تأثيرات تغير المناخ. ولو قلت climate change صح برضو، تغير المناخ صح برضو، لو قلت إجابة دي number one مفيش مشكلة، صح. طب number two، why do you think global warming is dangerous؟ ليه بتعتقد إن الاحتباس الحراري ده حاجة خطيرة؟ هنقول because، بسبب، ونجيب من الفقرة بقى because، هنا عندنا نكمل بقى الكلام ده، ان climate change causes، بيسبب floods، الفيضانات، drought، الجفاف، and ice melting، وذوبان الجليد. يبقى ماشي، هناخد دوت كده، عندنا دي إجابة number two، خلاص ممكن نقول global warming، ماشي، ناخد global warming ونقول causes على طول، because global warming causes، بيسبب floods و droughts and ice melting. طب how can we stop climate change؟ طب ازاي نوقف تغير المناخ؟ طبعا زي ما قال في الفقرة، قال لك عن طريق زراعة الأشجار واستخدام طاقة متجددة زي طاقة الشمس والرياح والكلام ده. طب تعالوا نجيبها من الفقرة ولا احنا نكتبها؟ نكتبها أفضل عشان هي متفرقة. يبقى نقول by planting trees، عن طريق زراعة الأشجار، using، وكمان استخدام renewable energy، الطاقة المتجددة. و recycling rubbish، إعادة تدوير المخلفات. and وكمان نوقف and، وهجيبها من الفقرة بقى عشان مفيش مكان ده نكتب and، بقى ان احنا نوقف and stop bad chemicals، تمام كده، وكمان نوقف المواد الكيميائية الضارة، تمام. يبقى احنا عندنا اهو ادي planting trees،
ودي مثلا using renewable energy وده. يبقى كل دول إجابة رقم كام؟ إجابة نمبر 3 اللي بلاس رقم. طب نمبر 4 بيقول لك the underlined word also، كلمة also أيضا means معناها to اللي هي double O أيضا. We get renewable energy، بنحصل على الطاقة المتجددة from the A، من الـ A، من طبعا هنا مفيش إلا الشمس، من الـ sun، من الشمس. طيب the underlined pronoun الضمير اللي تحته خط it هو أو هي غير العاقل refers to it، هنا بتشيل الـ climate change، تغير المناخ. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Can you tell me، هل يمكنك أن تخبرني the reason for coming late، السبب الرئيسي لمجيئك متأخرا، رئيسي يعني main. The heavy rain، الأمطار الغزيرة، stopped us، وقفتنا، going for a walk outside، وقفتنا عن الخروج أو الذهاب للتمشية بالخارج. طب وقفت، stopped us from، وقفتنا من. طيب some engineers، بعض المهندسين، came with machines، جاءوا مع الآلات، to dig، عشان يحفروا a new، يحفروا قناة جديدة، new canal. The wildlife on the Red Sea coast، الحياة البرية على طول ساحل البحر الأحمر، all ايه؟ كلها ايه؟ كلها nature reserves، محميات طبيعية. بعد كده بقولك they went fishing، هم ذهبوا لصيد السمك، and ايه؟ وايه كمان؟ enough fish، واصطادوا، عايزين نقول السمك كافي، for a delicious dinner، لعشاء لذيذ. طيب اصطادوا يعني caught. Caught enough fish، اصطادوا سمك ايه كافي. The scuba took underwater photographs of coral reefs، يعني عايزين نقول الغواص التقط صور فوتوغرافية تحت الماء للشعاب المرجانية. طب غواص يعني دايفر. الصفحة اللي قدامها 237، Alexandria Iskandria is the north of Egypt، يعني اسكندرية في شمال مصر، يبقى is in، في. Most of the rubbish، معظم القمامة، we produce، اللي احنا بننتجها، بيتم إعادة تدويرها، يبقى نقول is recycled، دي جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط. طب a lot of fruit، كثير من الفاكهة، and the vegetables، والخضروات، on our local farms، بيتم زراعتها في مزارعنا المحلية. الفاكهة والخضروات جمع، ودي جملة مبني للمجهول، يبقى نقول are grown. نحط R بعد الجمع والتصريف الثالث للفعل في جملة المبني المجهول في المضارع البسيط. طيب new houses، المنازل الجديدة، every year in our city، بيتم بنائها كل عام في المدينة بتاعتنا. بدأنا بالمفعول، يبقى دي جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط. تمام، فهنا طبعا المفعول جمع، يبقى نقول بعدها R والتصريف الثالث للفعل، new houses or built، بيتم بنائها. سؤال correct، do you driven to your school by anyone، هل بيتم توصيلك الى المدرسة بواسطة اي شخص؟ طبعا هنا جملة مبني المجهول، فهبدأ هنا مع you، هقول are you. طب dogs، الكلاب، are fed، بيتم اطعامها، my brother every day، بواسطة اخي كل يوم، يبقى هنا هنستخدم حرف الجر by، بواسطة. Millions of emails، ملايين الرسائل البريد الإلكتروني، send، بيتم إرسالها every day، كل يوم، in the world، في العالم. طيب بدأنا بالمفعول، فدي جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط. الرسائل الإلكترونية أو الإيميلات دي جمع، يبقى نقول are، والتصريف الثالث من send اللي هو sent، بيتم إرسالها. جيزة، knows for its ancient pyramids، الجيزة معروفة أو مشهورة بأهراماتها القديمة جدا. طيب هنا بدأت بالمفعول، والمفعول هنا طبعا مفرد، ودي جملة مبني للمجهول يعني، فبعد المفرد بحط is والتصريف الثالث للفعل، يبقى نقول معروفة، يبقى is known، الجيزة معروفة بأهراماتها القديمة جدا، is known.
write an email اكتب رسالة بريد إلكتروني of 90 words من 90 كلمة to your friend هشام لصديقك هشام to tell him عشان تخبره about a famous city you visited مدينة مشهورة قمت بزيارتها your name is Sammy اسمك سامي and your email address وعنوان بريدك الإلكتروني is sammy@gmail.com ويور فريندز ايميل ادرس وعنوان صديقك الالكتروني از هشام ات هوستميل دوت كوم. بنبدا الايميل بتو وبكتب فيها البريد الالكتروني بتاع الصديق اللي انا باعت له الايميل بقول تو هشام ات هوستميل دوت كوم فروم من مين الايميل بقى بتاعي هنا اللي هو سامي ات جيميل دوت كوم سبجكت الموضوع افيموس سيتي اي فيزيتد مدينه مشهوره قمت بزيارتها انا هنا كاتبه على مدينه الاسماعيليه ممكن حضراتكم تكتبوا على اي مدينه تقدروا تكتبوا عنها. طيب ببدأ أي إيميل بيدير واسم اللي أنا باعت له أو هاي دير هشام عزيزي هشام وفي مقدمة I am happy to write this email to you أنا سعيد إن أنا بكتب لك الإيميل ده How are you and your family كيف حالك وحال أسرتك I am writing this email أنا بكتب الإيميل دوت دي اسمها جملة البيربوز الغرض من الإيميل بكتب الإيميل ده to tell you عشان أخبرك about a famous city عن مدينة مشهورة I visited أنا قمت بزيارتها Last week الأسبوع الماضي I visited إسماعيلية زرت إسماعيلية with my family مع أسرتي. It is one of the most beautiful Egyptian city دي واحدة من أجمل المدن المصرية. It is between بتقع ما بين بورت سيد بورسعيد and السويس والسويس. إسماعيلية is beautiful إسماعيلية جميلة. There are attractive buildings فيها مباني جذابة interesting monuments وآثار شيقة. And lots of parks وكثير من الحدائق. The air in إسماعيلية الهواء في إسماعيلية is fresh منعش and clean ونظيف. We stayed there أقمنا هناك in a hotel في فندق for 3 days لمدة 3 أيام. We went to the sea ذهبنا للبحر and had fun ومرحنا. We were very happy كنا سعداء جدا. بعدين بقى في خاتمة see you soon أراك قريبا ومضى اسمه في الآخر yours المخلص ليك سامي. بعد كده عندنا تدريبات على lesson the 5 and the 6 الدرسين الخامس والسادس page 242 صفحة 242 climate change تغير المناخ happens بيحدث when the planet لما الكوكب warmer يصبح أكثر دفئا يبقى gets warmer let's have a picnic lunch هيا نتناول غداء النزهة اللي هو بيشتمل على أو بيتضمن sandwiches سندوتشات fruits فواكه and sweets وحلوى طيب يتضمن او يشتمل على اللي هي including my father بابايا helps بيساعد الوت كثيرا to my problems يعني بابا بيساعد كتير في حل مشكلاتي ويحل يعني solve I had so much fun انا حصلت على كثير من المرح on a beach يعني في الشاطئ and feeling the warm sand طيب انا حصلت على كثير من المرح بالاستلقاء على شاطئ and feeling والشعور the warm sand بالرمل الدافئ طب الاستلقاء اللي هي lying يعني ينام على الرمل يعني طيب طه to finish his homework before dinner طه بيهدف ان هو ينتهي من عمل واجبه قبل العشاء so he could عشان يكون بإمكانه have time to play يبقى عنده وقت يلعب طيب يهدف إلى اللي هي كان يهدف إلى اللي هي aimed تمام طيب بعد كده remember تذكر to your water bottle instead of throwing it away يعني تذكر ان انت تعيد استخدام زجاجة المياه بتاعتك بدلا من انت تلقيها بعيدا يعيد استخدام اللي هي reuse look at all the beautiful flowers انظر لكل الزهور الجميلة growing اللي بتنمو along the بطول ضفة النهر river bank ضفة النهر studying hard المذاكرة بجد can يمكن to good work in school ممكن تقودك إلى إيه عمل مدرسي جيد يعني أو إلى العمل الجيد في المدرسة تأدي بشكل جيد في المدرسة يعني طب تقود يعني lead to The smoke of old cars الدخان المتصاعد من السيارات القديمة and factories والمصانع causes بسبب pollution تلوث الهواء air pollution When the planet لما الكوكب gets warmer بيصبح أكثر دفئا it is called change بيسمى تغير المناخ يبقى هنقول climate change
drier weather المناخ الأكثر جفافا is the ice on top of the mountains. يعني بنقول المناخ الأكثر جفافا يعني بنقول دوب، تمام، دوب الجليد أو التلج اللي فوق قمم الجبال. طيب يدوب يعني melting is melting، بيدوب. طيب يذوب أو ينصهر يعني melt. طب سهى her sister to visit her aunt last Monday. سهى ذكرت أختها إن هما يزوروا عمتهم الاثنين الماضي. ذكرت اللي هي reminded، وقلنا قبل كده remember يعني يتذكر لوحده، لكن remind حد يذكره. هي ذكرت أختها إن هما يزوروا عمتهم يوم الاثنين الماضي. طيب بعد كده بقولك when there is no rain، لما ما يكونش في أمطار for a long time، لوقت طويل، there is ايه بيحصل، إذا ما قلنا ما فيش مطرة يبقى يحصل drought، جفاف. طب العكس بقى when there is too much rain، لما يكون في الكثير جدا من الأمطار، there is often، غالبا بيبقى في ايه a flood، بيبقى في فيضان. بعد كده في page 243 صفحة 243 complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. أسماء and نورهان are talking about the problem of using too much water. أسماء ونورهان بتتحدثان عن مشكلة استخدام الكثير من الماء. فبتقول لها هلو نورهان، أهلا يا نورهان، هاو ار يو، كيف حالك؟ فقالت هاي، مرحبا. هتقول أنا بخير شكرا، اللي يقول لك هاو ار يو، كيف حالك، تقول له بخير شكرا، أو أنا جيد، أنا كويس، هتقول I am fine thanks، أنا بخير شكرا. طيب قالت لها we had a debate at school this morning، يعني احنا كان عندنا مناظرة او مناقشة هذا الصباح في المدرسة. فسألتها سؤال، قالت لها it was about، كانت عن the water، عن المياه، we use اللي بنستخدمها. يبقى هي تقول لها هي كانت عن ايه، هتقول لها what was it about، كانت عن ايه المناقشة دي، what was it about، كانت عن ايه، قالت لها عن الميه اللي بنستخدمها. سالتها سؤال فقالت لها the problem، المشكله is that we use too much water، المشكله ان احنا بنستخدم كميه كبيره جدا من المياه. يبقى هي سالتها ايه المشكله في كده، هي بتقول لها الوقت المناقشه دي كانت على الميه اللي بنستخدمها، فهي تقول لها طب ايه المشكله في كده، what is the problem of that، ايه المشكله في ان احنا بنستخدم الميه اللي بنستخدمها، what is the problem of that، المشكلة في كده. فقالت لها المشكلة ان احنا بنستخدم كمية كبيرة جدا من المية. طب قالت لها how can we solve this problem، طب كيف نحل هذه المشكلة. ردت عليها وقالت لها we can use this water to plant trees، ممكن نستخدم المية دي لري الأشجار. يبقى هتقول لها احنا ممكن نعيد تدوير المية، we can recycle water، ممكن نعيد تدوير استخدام المياه، ونروي بيها الأشجار أو نزرع بيها النباتات، نستخدمها في ري النباتات. فهتقول لها إيه مثلا، دي فكرة جيدة مثلا، that's a مثلا، هنقول a great idea، إنها فكرة رائعة، تمام، it's a great idea، that's an interesting idea، تمام. اوكي كل ده ايه، يعني ما تعجبك فكره او حد بيقترح عليك اقتراح فبترد عليك كده زي ما احنا متعودين. هنا that's a great idea، انها فكره رائعه. بعد كده عندنا تدريبات على lessons 5 and 6، الدرسين الخامس والسادس، بيج 244 صفحه 244. Complete the following dialogue، اكمل المحادثه التاليه. هاتم اند حسين ار توكينج اباوت ذا سكول بروجكت، حاتم وحسين بيتحدثان حول مشروع مدرسي. فبيقول له what are you thinking of، انت بتفكر في ايه. رد عليه بعد كده قال what is the school project about، هو عن ايه المشروع المدرسه ده. طيب واضح ان هو هيقول له انا بفكر في المشروع المدرسي، I am thinking of the school project، بفكر في المشروع المدرسي. قال له what is the school project about، طب هو عن ايه. رد عليه وقال له why don't we recycle this rubbish، لماذا نعيد تدوير هذه المخلفات او القمامة.
يبقى واضح ان المشروع المدرسي عن القمامة اللي موجودة في المدرسة. It is about rubbish at school. قال له why don't we recycle this rubbish؟ طب ليه ما نعيدش تدوير القمامة دي؟ ممكن يقول له انها فكرة رائعة مثلا او شيقة. That's an interesting idea او that's a great idea زي ما كتبنا قبل كده، صح برضو؟ That's an interesting idea، دي فكرة مثيرة للاهتمام او شيقة. We could collect rubbish، احنا ممكن نجمع القمامة every week كل اسبوع. بعد كده سأل سؤال فقال له this rubbish، القمامة دي goes to a special place، بتذهب لمكان مميز يعني خاص in the city في المدينة، بياخدوا القمامة دي ويودوها مكان خاص في المدينة. طب يبقى هو هيقول له ايه السؤال؟ هيقول له where does this rubbish go؟ طب القمامة دي هتروح فين؟ أو بتذهب إلى فين؟ where does this rubbish جو، بتروح فين القمامة دي؟ قالوا بتروح مكان خاص في المدينة. بعد كده سأله سؤال فقال له I think أعتقد we could إن إحنا بإمكاننا reuse plastic bottles، إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية أجين مرة أخرى. يبقى هو هيقول له إيه رأيك؟ What do you think؟ ما رأيك؟ What do you think؟ ما رأيك؟ فقال له اعتقد ان احنا ممكن برضك نعيد استخدام الزجاجات البلاستيكيه مره اخرى. Choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. By looking at A، عن طريق النظر ل A we can understand، يمكننا ان نفهم the lesson better، الدرس بشكل افضل، عن طريق ان احنا ننظر للرسوم التوضيحيه. تمام، الرسم التوضيحي يعني diagram. We can make friends، احنا يمكننا تكوين صداقات with people، مع الناس from all over the world، من جميع انحاء العالم. Because we are part، لاننا جزء of a community، جزء من مجتمع عالمي global community. Global يعني عالمي. My mom decided، ماما قررت that we should، ان احنا ينبغي علينا on which film we would watch، ان احنا نعمل تصويت للفيلم اللي هنتفرج عليه اللي هنشاهده. طب يصوت او يدلي بصوته يعني vote. When the sun came out يعني لما الشمس بتسطع، it warmer outside، بيبقى الجو اكثر دفئا بالخارج، يبقى got warmer يصبح اكثر دفئا. Sitting on the beach، الجلوس على الشاطئ is than anything else، مثير للاسترخاء اكثر من اي شيء اخر، يبقى نقول هنا more relaxing. طبعا هنا بقارن ما بين اتنين في صفة طويلة، فوضعت قبلها مر وبعدها زي، أكثر استرخاء من. طب the plants، النباتات are usually by the farmer، النباتات عادة بتروى بواسطة المزارع. طب خلي بالكم معايا ان دي جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط، عشان انا بدأت بالنباتات، النباتات هي اللي بتروى نفسها، لا دي بتروى. تمام، فهنا طبعا بدأنا بالمفعول بعديه are، وهنا هيبقى التصريف الثالث للفعل، يبقى بيتم ريها، يبقى هنقول are usually watered، عادة بيتم ريها بواسطة المزارع أو الفلاح. سؤال الكوريكت، the library، المكتبة is quiet than the playground، يعني المكتبة أكثر هدوءا من الملعب، يبقى نقول is a، طبعا الصفة قصيرة quiet دي لما أجي أقارن ما بين اتنين بضع في نهايتها ايه ار وبعدها than، يبقى the library is quieter، أكثر هدوءا من. تمام، طيب she is careful than her sister، هي اكثر حرصا من اختها. انا بقارن ما بين اتنين في صفة طويلة اللي هي careful، يبقى اضع قبلها more وبعدها than، يبقى نقول more careful than، more careful. rubbish، القمامة collects every day، بيتم تجميعها كل يوم، جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط، يبقى rubbish، القمامة بتعامل معاملة المفرد، يبقى نقول is collected، بيتم تجميعها. This hotel، الفندق ده this hotel room is not as comfortable than the one we stayed in before، يعني غرف الفندق ده مش مريحة زي الفندق اللي احنا قعدنا فيه قبل كده. طيب يبقى هنقول
is not as comfortable as. تمام، ليست ايه مريحة بالمثل، يعني ليست تماما بالمثل زيها. تمام، هنا مش زي بعض ايه في الصفة، يبقى نقول not as والصفة as، ليس تماما بالمثل يعني. بعد كده عندنا اختبار شامل على الوحدة السادسة، بيج 245، صفحة 245. أول سؤال في الامتحان بيبقى listening استماع، listen and choose the correct answer، استمع واختار الإجابة الصحيحة. نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. We should all do our best to help protect our environment. We should save energy to help reduce global warming. We should plant more trees as they give us oxygen. طيب what should we do for the environment؟ ماذا ينبغي علينا أن نفعل تجاه البيئة؟ لازم نحميها، يبقى protect it. How could we reduce the global warming؟ كيف يمكننا التقليل من الاحتباس الحراري؟ عن طريق إن احنا نوفر طاقة، يبقى save energy. What should we do؟ ماذا ينبغي أن نفعل؟ Plant trees، نزرع أشجار. Trees give us، الأشجار بتعطينا الأكسجين، الأكسجين. Complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. Mona and Dina are talking about their cities. Mona ودينا بتتحدثان عن مدينتهم. فبتقول لها هلو دينا، أهلا يا دينا، Where do you live؟ أين تعيشين؟ فقالت هلو مونا، أهلا يا مونا، وقالت لها بتعيش فين؟ سألتها سؤال فقالت لها جيزة is located near Cairo، الجيزة بتقع بالقرب من القاهرة. فواضح أن مونا ساكنة، أو واضح أن دينا ساكنة في الجيزة. تمام، يبقى هنا بتقول لها Where do you live؟ أين تسكنين؟ هتقول لها I live in Giza، أنا بعيش في الجيزة. I live in Giza، أنا بعيش في الجيزة. طيب سألتها سؤال كمان فقالت لها الجيزة is located near Cairo، الجيزة بتقع بالقرب من القاهرة. يبقى هي تقول لها أين تقع الجيزة؟ Where is Giza؟ Where is Giza located؟ أين تقع الجيزة؟ Where is Giza located؟ أين تقع الجيزة؟ فقالت لها بالقرب من القاهرة. طيب بعد كده سألتها سؤال فقالت لها Yes I like my city very much، أيوة أنا بحب مدينتي جدا. يبقى هي هتقول لها إيه؟ أنا طبعا المجاوب Yes، في حالة إن أنا بجاوب Yes أو No يبقى أنا سألت بفعل مساعد، والكلام في المضارع يبقى هتقول Do you like your city؟ هل تحبين مدينتك؟ Do you like your city؟ بتحبي مدينتك؟ قالت لها بحبها جدا. طب How do you go to school؟ كيف تذهبين للمدرسة؟ مفيش كلام على الذهاب للمدرسة بعد كده، فممكن تقول بتروح بأي وسيلة مواصلات أو بتروح مشي. مثلا ممكن تقول I go to school مثلا on foot، بذهب إلى المدرسة سيرا على الأقدام. Any other questions؟ أي أسئلة أخرى؟ فهنا قالت لها You are really my best friend، أنت حقا صديقتي المفضلة. You are welcome، العفو. طب يبقى واضح إن هي بتقولها في أسئلة تانية، هتقول لها لا شكرا No thanks، لا مفيش أسئلة تاني، أنت أفضل صديقة عندي. فقالت إيه you are welcome، يعني على الرحب والسعة يعني. Page 246، في عندنا قطعة read the following، اقرأ التالي. Then answer the questions، وأجب عن الأسئلة. We all know، كلنا نعلم، that water، إن المياه is very important، مهمة جدا in our life، في حياتنا. We need water، بنحتاج المياه for drinking، للشرب، washing الغسيل، وcooking الطبخ، watering the fields، وري الحقول، and getting electricity، والحصول على الكهرباء. We should not use it carelessly، ينبغي علينا ان احنا منستخدمهاش بإهمال. Many careless people، الكثير من الناس المهملة، use water، بيستخدموا المياه in a very bad way، بطريقة سيئة جدا. Some of them، بعضهم، them دي عايدة careless people، الناس المهملة. بعضهم use too much water، بيستخدم كمية كبيرة جدا من المياه to wash their cars، عشان يغسلوا سياراتهم. Others، آخرين، leave taps، بيتركوا الحنفيات open، مفتوحة، day and night، نهارا وليلا. Children، الأطفال، must learn، ينبغي أن يتعلموا how، كيف، and when، ومتى to use water carefully، يستخدموا المية بعناية. Parents، أولياء الأمور أو الوالدين، and teachers، والمدرسين، have to teach، ينبغي أن هما يعلموا their children، أطفالهم، that water، إن المياه.
means معناها our life معناها حياتنا because it can help لأنها ممكن تساعد help us تساعدنا to turn the desert تحويل تساعدنا في تحويل الصحراء into greenland لأرض خضراء to grow more crops لزراعة المزيد من المحاصيل nowadays في هذه الأيام modern ways الطرق الحديثة are used to water plants بتستخدم في ري النباتات to save water يعني بطريقة أنها توفر في المية to save water لتوفير المياه without water بدون المياه nothing on our planet ما فيش شيء على الكوكب بتاعنا كلف يستطيع أن هو يعيش so لذلك we should all keep water clean لذلك ينبغي علينا نحن نحافظ على المياه نظيفة طيب what is the passage about الفقرة دي عن ايه طبعا عن أهمية المياه the importance of water the importance of water أهمية المياه طب why do you think ليه بتعتقد we use modern ways نحن بنستخدم الطرق الحديثة to water plants لري النباتات طبعا اعتقد ان احنا بنستخدمها عشان نوفر المياه يبقى نقول to save water عشان نوفر المياه طيب to save water طب what ممكن تقول I think we use it the modern ways to save water تمام طيب لتوفير المياه what do teachers and parents have to teach children يعني يجب على المدرسين وأولياء الأمور إن هم يعلموا الأطفال إيه؟ يعلموهم طبعاً إن هم يحافظوا على المية تعالوا نجيبها كده من الفقرة Parents and teachers have to teach their children that water means لازم يعلموا الأطفال بتوعهم إن إيه؟ إن المية means بتعني our life تمام؟ بتعني حياتنا because it can help us to turn the desert into greenland is to grow more crops عشان زراعة المزيد من المحاصيل ودي تبقى إجابة number 3 water can help المياه ممكن تساعد help us تساعدنا to more crops في زراعة المزيد من المحاصيل ويزرع يعني grow the underlined pronoun الضمير اللي تحته خط them refers to them قلنا بتشير للايه للcareless people للناس المهملة the underlined word كلمة modern حديث in the passage اللي في الفقرة is the opposite عكس of a حديث عكس قديم وقديم يعني old choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة it's important to keep our clean المهم ان احنا نحافظ على ايه نظيف by recycling عن طريق ان احنا نعيد تدوير our rubbish القمامة بتاعتنا نحافظ على our environment بيئتنا نظيفة means حاجة معناها the animals الحيوانات and the plants والنباتات that live in nature بتعيش في الطبيعة ده تعريف الحياة البرية ال wildlife is important مهم because it helps plants عشان بيساعد النباتات and the animals والحيوانات have water to drink انها تحصل على الماء لكي تشرب ده هطول الأمطار طبعا اللي بيساعد في كده يبقى هطول الأمطار اسمه rainfall I like listening to songs. أنا بحب أستمع للأغاني English باللغة الإنجليزية. يبقى in English باللغة الإنجليزية. Page 247. I want to work. أريد أن أعمل on TV في التلفزيون. I want to be إيه. أنا عايز أبقى إيه. عايز أبقى مقدم برامج أو مذيع يعني اللي هو presenter. مقدم البرامج. Elephants الأفيال are known معروفة their big size ears بأحجام الأذن بتاعتهم الكبيرة. طيب known for معروفين بي to is to find the position of something ان انت تجد موقع شيء يبقى انت كده بتحدد الموقع الجغرافي يبقى to locate ان تحدد الموقع الجغرافي يبقى معناها تعرف موقع الايه الشيء فيه you need to be careful when you carry heavy things يعني انت محتاج ان انت تكون اكثر حرصا لما تكون بتحمل اشياء ثقيله اسمها more careful اكثر حرصا the beach الشاطئ seems بيبدو زين ان هو ابعد it really is عما يكون طب ابعد يعني further my father abby is my mother abby في نفس عمر امي يبقى الاثنين متساويين في نفس الصفه يبقى as old as في نفس السن
سؤالك correct. Milk produces by cows on the farm. اللبن بيتم إنتاجه بواسطة الأبقار في المزرعة. طبعا الجملة جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط، بدأنا بالمفعول نجيب بعده am أو is أو are، وبعدين التصريف الثالث للفعل. الملك اللبن بيعمل معاملة المفرد يبقى نقول is، والتصريف الثالث للفعل هيبقى produced، بيتم إنتاجه. طيب the pyramids الأهرامات is visited by thousands of people every day. الأهرامات بيتم زيارتها بواسطة آلاف الناس كل يوم. طبعا دي صيغة مبني للمجهول بس الأهرامات جمع، فبدل is visited أخليها are visited، بيتم زيارتها. طب reading books قراءة الكتب is good than watching TV، أفضل من مشاهدة التلفزيون. طبعا good صفة غير منتظمة، لما أجي أحطها في مقارنة عايز أقول أفضل من، أقول better than، أفضل من. طب this dress الفستان ده is as cheap than the one I saw yesterday، يعني الفستان دوت رخيص زي الواحد اللي أنا شفته امبارح، يبقى as cheap as رخيص تماما بالمثل. write a paragraph اكتب فقرة إنشائية عن how to help clean the environment، كيف تساعد في نظافة البيئة. طبعا لما اجي اكتب الباراجراف بسيب مسافه في البدايه وببدا بحرف كابيتال، وما بين كل جمله وجمله بحط فول ستوب، والحرف اللي بعد الفول ستوب بحرف كابيتال. Our environment البيئه بتاعتنا has a lot of problems، لديها الكثير من المشكلات. Pollution التلوث is the most dangerous problem، هو المشكله الاكثر خطوره in our environment في بيئتنا. We should keep our environment clean، ينبغي ان احنا نحافظ على نظافه البيئه بتاعتنا. Because it is the place، لانها المكان where we all live، اللي بنعيش فيه كلنا. Factories المصانع cause بتسبب air and water pollution، تلوث الهواء والماء. Cutting down forests قطع الغابات causes بيسبب climate change تغير المناخ. Climate change causes تغير المناخ بيسبب increasing زيادة in temperature في درجة الحرارة، floods الفيضانات and droughts والجفاف. Using oil استخدام زيت البترول and petrol والبنزين causes a lot of pollution too، بيسبب كمان الكثير من التلوث أيضا. Using chemicals استخدام مواد كيميائية in farming في الزراعة causes بيسبب land pollution تلوث الأرض الزراعية. We should do our best ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا to decrease عشان نقلل the pollution التلوث in our environment في بيئتنا. We should use green energy ينبغي أن احنا نستخدم طاقة نظيفة like wind زي طاقة الرياح and solar energy والطاقة الشمسية. We should grow more trees ينبغي ان احنا نزرع المزيد من الاشجار to keep air healthy عشان نحافظ على نظافة الهواء and clean عشان نحافظ على الهواء صحي ونظيف. We should recycle ينبغي ان احنا نعيد تدوير our rubbish القمامة بتاعتنا to reuse them عشان نعيد استخدامها. We should put rules ينبغي أن نضع قواعد to stop factories عشان نمنع المصانع and people والناس from polluting our environment من تلويث بيئتنا. في بيج 248 صفحة 248 في البابل شيت اكسرسايزز تدريبات البابل شيت، تدريبات الأسئلة متعددة الاختيارات والتظليل. هنا بيقول لك complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. آلاء and Sarah، آلاء وساره are talking بتتحدثان about climate change عن تغير المناخ. تقول لها hello ساره، اهلا يا ساره، how are you كيف حالك؟ فهتقول لها I am fine thanks، انا بخير شكرا. بعد كده قالت لها did you have science yesterday، انت خدتي علوم بالامس؟ قالت لها it was interesting كان شيق، اه يبقى خدت علوم. هتقول لها yes I did، اه اخدت علوم بالامس yes I did. بعد كده قالت لها the lesson was about climate change، يعني الدرس كان عن تغير المناخ، يبقى هي تقول لها الدرس كان عن ايه؟ what was the lesson about؟ lesson الدرس كان عن ايه؟ كان عن تغير المناخ. سألتها سؤال كمان فقالت لها climate change تغير المناخ means معناه our planet ان كوكبنا is changing بيتغير، يبقى هي تقول لها ايه؟ what does climate change mean؟ ماذا يعني تغير المناخ؟ بعد كده قالت لها do you think، هل بتعتقدي we can stop climate change، ان احنا ممكن نوقف تغير المناخ؟ هتقول مثلا yes I think so، نعم اعتقد ذلك. choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. electric buses الاوتوبيسات الكهربائيه are good than old buses، عايزين نقول انها يعني افضل من الاوتوبيسات القديمه. هنا عندنا good
يعني جيد، قلنا صفة غير منتظمة. لما اجي اقارن اقول افضل، اقول بيتر ذان، تمام؟ يبقى نختار نمبر سي. نادر رانز از فاست هيز براذر، يعني نادر بيجري بنفس السرعة بتاعت اخوه، اسمها الاتنين متساويين في الصفة، تمام؟ بنفس السرعة، يبقى as fast as، بنفس السرعة. lots of food، كثير من الطعام. grows in the local area، بيتم زراعته في المنطقة المحلية. جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط، لان انا هنا بدأت بالمفعول. طبعا الفود الطعام بيعمل معاملة المفرد، فجيب بعده is، والتصريف الثالث من grows اللي هو grown، يبقى is grown، بيتم زراعته. coral reefs يعني الشعاب المرجانية are often غالبا damage، بيتم اتلافها by scuba divers عن طريق الغواصين. جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط عشان بدأنا بالمفعول وفي are اهو، هجيب بعدها الفعل في التصريف الثالث، يبقى نقول are damaged، بيتم اتلافها. اخر حاجة معانا النهاردة question bank، بنك الاسئلة على units 5 and 6، الوحدتين الخامسة والستة، اختبار مراجعة على الوحدة الخامسة والستة. page 249 complete the following dialogue، اكمل المحادثة التالية. سعيد and اسماء are talking about cities، سعيد واسماء بيتحدثان عن المدن. فسعيد بيقول what is Tanta famous for، طنطا مشهورة بايه؟ ردت عليه بعد كده سألها سؤال، فقالت له بلاك هاني از ميد ان مينيا، والعسل الاسود بيصنع في المينيا. طبعا من خلال دراستنا عرفنا ان طنطا مشهوره بالحلوى اللذيذه بتاعتها. هو بيقولها هي طنطا مشهوره بايه؟ هتقول له ات از فيموس فور اتس ديليشس سويتس، انها مشهورة بالحلوى بتاعتها اللذيذة. بعد كده قالت له العسل الاسود بيصنع في المانيا، يبقى هيقول لها ايه؟ where is black honey made، اين يصنع العسل الاسود؟ where is black honey made، يصنع فين العسل الاسود؟ في المانيا. what do people plant in mania، الناس بتزرع ايه في المانيا؟ الناس بتزرع مثلا قمح، يبقى هنقول people plant، الناس بتزرع wheat there، الناس بتزرع هنا قمح. طيب بعد كده سأل سؤال، فقال قالت بورسعيد، بورسعيد is famous for ships، مشهورة بالسفن and delicious fish، والسمك اللذيذ. يبقى هو يقولها بورسعيد مشهورة بإيه؟ what is بورسعيد famous for، مشهورة بإيه بورسعيد؟ طيب مشهورة بالسفن والسمك اللذيذ بتاعها. طب where is بورسعيد located، هي بتقع فين بورسعيد؟ طبعا هي بتقع في شمال شرق مصر، يبقى هنقول it is located، انها تقع in the north east north east of Egypt، بتقع في شمال شرق مصر. طب المحادثة الثانية بيقول لك خالد is talking to سامي، خالد بيتحدث مع سامي who is reading a book، اللي بيقرأ كتاب about pollution، عن التلوث. بيقول له هاي سامي، اهلا يا سامي، what are you doing، ماذا تفعل؟ فقال له هاي خالد، خالد اهلا يا خالد. فاكيد هيقول له انا بقرأ كتاب، هيقول له I am، زي ما عرفنا من رأس السؤال I am reading a book، انا بقرا كتاب. قال له what is this book about، هو عن ايه الكتاب ده؟ رد عليه، سال سؤال، فقال we can stop pollution، يمكننا ايقاف التلوث by planting more trees، عن طريق زراعه المزيد من الاشجار. يبقى اما بيساله بقى الكتاب ده عن ايه، هيقول له عن التلوث. it's about ايه؟ pollution، انه عن التلوث. طب سأله سؤال، فقال له احنا ممكن نوقف التلوث عن طريق زراعة الأشجار. يبقى هو سأله كيف يمكننا أن نوقف التلوث، how can we stop pollution، ازاي نقدر نوقف التلوث.
فقال له عن طريق زراعة الأشجار. سأله سؤال كمان فقال له because trees بسبب إن الأشجار keep the air clean بتحافظ على نظافة الهواء. يبقى طالما في because في الإجابة يبقى هو سأله why لماذا؟ why should we plant trees؟ لماذا ينبغي علينا إن إحنا نزرع أشجار؟ why should we plant trees؟ لماذا ينبغي علينا زراعة الأشجار؟ فقال له عشان بتساعد في تنظيف الهواء. الكلام بعد كده فقال له I agree، أنا متفق، أنا أوافق، يعني recycling إن إعادة التدوير بتاعت our rubbish، القمامة بتاعتنا، كان also يمكنها أيضا solve this problem، تحل المشكلة دي. طيب هنا ممكن هيقول له إيه؟ هيقول له we can recycle our rubbish، كمان ممكن نعيد تدوير المخلفات أو القمامة بتاعتنا. we can recycle our rubbish، يمكننا إعادة تدوير مخلفاتنا. فقال له I agree، أنا متفق معاك في الكلام دوت. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. مازن is 15 years old، مازن عنده 15 سنة. he is a هو كده مراهق teenager. طب I work for a charity، أنا بعمل لصالح جمعية خيرية، which after poor people، والتي يعني تعتني بالفقراء، يبقى اسمها looks after، تعتني بيه. means happening without a plan، معناها يحدث دون خطة، ده الشيء العشوائي الراندوم، عشوائي يعني من غير خطة. طيب بيعمل دون خطة. I always، أنا دايما give money، بعطي النقود to A or an A that helps poor children، بدي النقود بتاعتي لجمعية خيرية بتساعد الأطفال الفقراء. جمعية خيرية يعني charity. طيب A is the person، هو الشخص who asks others، بيطلب من الناس الآخرين for money، بيطلب منهم المال، as he is poor لأنه فقير، ده المتسول أو الشحاذ اللي هو bigger. The last page، آخر صفحة معانا 250، صفحة 250. This building، المبنى دوت is very tall، طويل جدا. But we can go، لكن يمكننا الذهاب to the top، للقمة، in the A، في المصعد أو الأسانسير اللي هو lift. I the same room with my sister، أنا بتشارك نفس الغرفة مع أختي، يبقى I share، أنا أتشارك. The made the whole city، جعل كل المدينة covered، مغطاة، with water، بالمياه، ده الفلاد، الفيضان. طيب هنا بقول لك good children، الأطفال الطيبين أو الجيدين، should ينبغي عليهم their parents and teachers، الأطفال الجيدين ينبغي عليهم إن هم يحترموا آبائهم ومعلمينهم، ويحترم يعني respect. If you are tired، لو انت متعب، why don't you rest، لماذا لا تأخذ فترة راحة، اسمها have a rest، ياخذ فترة راحة. طيب بعد كده بقولك when the planet، لما الكوكب warmer، بيصبح أكثر دفئا، it is called، ده بيسمى global warming، الاحتباس الحراري، اسمها gets warmer، يصبح أكثر دفئا. you don't travel now because the flight was delayed، يعني انت مش مضطر تسافر دلوقتي لان الرحلة الجوية تم تأجيلها، تم تأخيرها، ماشي، delayed يعني تأخرت، was delayed تم تأخيرها. طيب يبقى انت مش مضطر، يبقى you don't have to، انت مش مضطر تسافر دلوقتي لان الرحلة تأخرت، تم تأخيرها شوية. طب حمدي went to the baker's، حمدي ذهب للمخبز، he could get bread، يعني واستطاع ان هو يحصل على خبز. طب الوقت المخبز ده مكان، حيث استطاع ان يحصل على الخبز، وحيث هنا مع المكان يبقى وير، احنا قلنا هو الذي والتي العاقل، which الذي والتي الغير العاقل، وير حيث للمكان، طبعا دي اسمها ضمير الوصل. طيب he to wash his hands it's necessary، يعني بيقول لك هو يعني مضطر او يجب عليه ان هو يغسل ايده، دي ضرورة، يبقى هي تيجي بعدها has to، ماشي، يضطر، هو مضطر لعمل ذلك، يجب عليه فعله. طب بيبر الورق from trees، الورق بيتم تصنيعه من الشجر، جملة مبني للمجهول، بدأنا بالمفعول، المفعول هنا بيعمل معاملة المفرد، هنجيب بعده is والتصريف التالي، يبقى نقول is made، بيتم تصنيعه. Vegetables الخضروات to make our bodies healthy، الخضروات بتؤكل لتجعل أجسامنا صحية، بناكل خضروات عشان أجسامنا تبقى صحية. طيب يبقى هنقول هنا vegetables are eaten، بتؤكل الخضروات لجعل أجسامنا صحية، طبعا جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط.
سؤال correct. That is the temple. هو ده المعبد. Who the students حيث الطلاب visited last year. زاروه العام الماضي. طب خلي بالك معايا، لو المكان بيحدث فيه شيء في الحالة دي بتستخدم وير بمعنى حيث المكان، لكن مكان انت بتوصف، اما تكون بتوصف مكان في الحالة دي ما تستخدمش وير، استخدم كلمة which. بقول هو ده المعبد اللي زاروا الطلاب العام الماضي، يبقى هنستخدم هنا which لان انا بوصف المكان. You should spend too much time. ينبغي ان انت تقضي الكثير من الوقت on social media، على مواقع التواصل الاجتماعي. لا، ينبغي عليك الا تفعل ذلك، فنقول shouldn't. ينبغي عليك الا، هننفيها. طب we should are kind to poor people. ينبغي ان احنا نكون عاطفيين مع الفقراء. طبعا بعد should بيجي الفعل في المصدر، والمصدر من am و is و are اللي هو be. تمام. طب who is as taller as you in the class. مين اللي في نفس طولك في الفصل؟ طبعا as و as وبينهم الصفة في النص من غير اي اضافات، بمعنى تماما بالمثل، يبقى هنا طول بس. هاني العسل make from sugar. العسل بيتم تصنيعه من السكر. العسل طبعا الجملة جملة مبني للمجهول. العسل مفرد بنقول is، والتصريف الثالث من make اللي هو made، بيتم تصنيعه. What does هالة has to do. يعني هالة مضطرة لإيه؟ طبعا بعد does بيجي الفعل في المصدر، يبقى نقول have to. ماذا يجب عليها أن تفعل يعني. طب most of food، معظم الطعام we eat اللي بناكله cooked by my sister، بيتم طبخه بواسطة أختي، جملة مبني للمجهول، والطعام مفرد يبقى نقول is، والتصريف التالت cooked، بيتم طبخه. You not have to talk, to take out the rubbish. I did it this morning. يعني انت مش مضطر ان انت تاخد معاك القمامة، لان انا اخدتها معايا خرجتها يعني في الصباح، انا قمت بعمل ذلك باخراج القمامة في الصباح. يبقى هقول لك انت مش مضطر لفعل ذلك، اقول لك هقول لك ايه، you don't have to. هنا نقول don't have، مش مضطر لفعل ذلك، او يجب عليك الا تفعل ذلك. طب cotton clothes، الملابس القطنيه، sell all over the world، بيتم بيعها في جميع انحاء العالم، جمله مبني للمجهول في المضارع البسيط. بدانا بالمفعول، والمفعول هنا جمع، اجيب بعده are، والتصريف الثالث من sell يبيع اللي هو sold، بيتم بيعها. الكسندريا، اسكندريه is not hotter than سودان. اسكندريه مش في نفس حراره السودان، اسمها hotter than. تمام. اوكي، يبقى الكسندريا is not hotter than سودان. اسكندريه مش في نفس حراره السودان. وبكده والحمد لله احنا انتهينا من حل وشرح منهج تاني اعدادي ترم اول 2025 لغه انجليزيه. انتظروني ان شاء الله في حل امتحانات المحافظات، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.